نتكلم على ما يمكن أن يحدث من تأثير سد النهضة على حالة الجفاف اللي موجودة فعلا وفعليا في مصر، واتكلمتنا عن خطر شديد على المياه الجوفية المصرية وعلى شمال إفريقيا عموما فيما يخص المياه الجوفية، ولكن ماذا بقى عن سد النهضة بشكل مباشر؟ لما يكون انا عندي سد خرساني المفروض ان هو هدفه هو توليد الطاقه، وهذا السد يبتدي يغير في الدوره الهيدرولوجيه، هيبتدي يعمل حجز لكميات هائله جدا من المياه، هذا الحجز المستمر من المياه هيؤدي الى تغير كبير جدا في الظواهر الطبيعيه اللي احنا عهدناها او عرفناها، وده هيؤدي الى تصحر اكتر، هيؤدي الى لما يحدث عندك تناقص في الموارد المائيه بتاعتك هيؤدي الى تصحر اكتر، هيؤدي الى شده في الجفاف، او جفاف هيبقى ممتد لفترات طويله جدا بغض النظر عن استهلاكنا اللي ممكن يتم من بحيره ناصر. ولكن تعالى سيادتك نحط كده سيناريو مع بعض، لو انا افترضت ان انا قعدت مثلا عده سنوات وليكن مثلا 3 أو 4 سنين بيحدث هذا الملء، وقلنا ان حصه مصر المائيه هتبتدي تقل في السنوات ديت، فاحنا هنبتدي نلجا للمخزون الاستراتيجي من بحيره ناصر. فكميه المايه المخزنه في بحيره ناصر هتبتدي تقل. طيب بعد 3 أو 4 سنين من تناقص هذا المورد المائي او هذا المخزون الاستراتيجي، لو افترضنا ان حدث تناقص في كميه هطول الامطار اللي موجوده على الهضبه الاثيوبيه، وحصل تناقص وده يؤدي الى برضه تناقص في كميه المايه اللي موجوده في بحيره السد الاثيوبي. طب لو حصل تطابق ان البحيرة السد الاثيوبي فيها تناقص في الميه وبحيرة ناصر فيها تناقص في الميه، بدأ يحدث الامطار مرة اخرى، مين اللي هيملى الاول؟ بحيرة ناصر هتتملي ولا بحيرة السد هتتملي؟ ومن هنا كان هو ده الدور المصري اللي دايما بنلجأ ليه وبنقول احنا محتاجين اتفاق ملزم قانوني ملزم، لان كل الامور ديت لابد ان تاخذ في الاعتبار. ما ينفعش ان حضرتك تراهن او تغامر بمستقبل وبحياه اكثر من 150 مليون مواطن بيعيشوا على ضفاف نهر النيل في سبيل ان احنا في عمليه عبثيه بتحدث، في عمليه صحيح. فيها نوع من التعنت العبثي اللي هو غير مقبول لا منطقيا ولا علميا ولا اخلاقيا. فالمشكلة كبيرة، لكن احنا ازاي ممكن نقدم المشكلة ديت للمجتمع الدولي، او نقدر نعرف تأثير لحاجه زي كده على المجتمع الدولي؟ لو احنا رجعنا للشرائح اللي مع سيادتك سريعا، عايز اقول حاجه ان من الخطا او من يعني فيها نوع من الفهم الضح لو احنا تصورنا ان الظواهر الطبيعيه ليست مترابطه. يعني لو حضرتك بصينا على هذا الانيميشن او هذا الصوره اللي قدام حضرتك ديت، حضرتك تلاقي انا بوريك كوكب الارض وبوريك عمليات طبيعية موجودة كبيرة جدا على هذا الكوكب، سواء كانت أمور بتحدث في المناخ أو في الغلاف الجوي، في الغلاف المائي، في الغلاف الحيوي. حضرتك ممكن تجد أمور بتحدث على القارات نفسها على الأرض، أمور بتحدث في الغلاف الجوي نفسه، وأمور بتحدث في المحيطات وفي البحار. كل الأمور ديت إحنا بنسميها processes أو عوامل طبيعية كلها مترابطة. حضرتك ما تقدرش تدرس الغلاف الجوي بمعزل عن الغلاف المائي، الاتنين مترابطين ببعض، الاتنين بيؤثروا ويتأثروا ببعضهم البعض. فأنا ما ينفعش إن أنا أتعامل بحاجة بمعزل عن الشيء الآخر. حضرتك بتشرح لي إنه الظواهر اللي إحنا شايفينها دي عابرة للعالم كله، ما مش قاصرة على مكان بعينه وخلص الموضوع، بتخرج من مكان على مكان. من الخطأ بل يعني من السذاجة المطلقة إن إحنا نتصور إنه ما يحدث في شمال إفريقيا لن يؤثر على أمريكا، من السذاجة إن إحنا نتصور إن ما يحدث في الصين من انبعاثات لا تؤثر على الكوكب كله من موضوع تغيرات المناخ. إزاي اللي هيحصل بقى في شمال إفريقيا يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية يا فندم؟ طيب تعالى حضرتك نبص على أمور برضو بشكل علمي صميم. أنا بوري حضرتك صور أقمار صناعية بتوري حضرتك العواصف الترابية اللي بتصدر شمال أفريقيا، حضرتك شايف الصورة ديت صورة قمر صناعي، وشايف الصورة ديت صورة قمر صناعي بتوريك العواصف الترابية اللي بتصدر من شمال أفريقيا على المحيط الأطلنطي. وهنا الصور اللي في النص دي صور نماذج رياضية بتبص على إيه؟ بتبتدي تعمل تنبؤات، بتتنبأ بالعواصف ديت هتصدر إزاي وهتيجي منين. حضرتك تلاقي في الصورة ديت في نقطة لونها أسود قوي، لونها داكن، ده معناها بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان في كميه اتربه كبيره جدا بتطلع من هذا المكان، هذا المكان اللي هو مين؟ اللي هو مصر. والاباكن الاتربه ديت ماشيه على شمال افريقيا ومتجهه لغايه ما بتطلع على المحيط الاطلنطي. طيب ايه اهميه الموضوع ده؟
احنا قمنا بدراسة على احد الاعاصير المهمة جدا اللي حصلت في التاريخ الامريكي، اللي هي اعصار ساندي اللي حصل في 2018، وكان منشأه هو الغرب الافريقي. حضرتك لازم تبقى عارف فعلا غرب افريقيا على يمين الصورة عندنا اهو، ده الجزء ده اللي طلع العاصفة. حضرتك شايف الاماكن المربعات اللي انا محددها، مربع 1 2 3 4، المربعات ديت هو المسار الذي اتخذه هذا الاعصار منذ نشاته لغايه ما عمل لاند فول او عمل هبوط على الارض الامريكيه او على الساحل الشرقي الامريكي، بالاخص كان في نيويورك. احنا ما اكتفيناش بكده، احنا عملنا بحث ونشرنا هذا البحث في مجله دوليه مرموقه، وكان احد الباحثين او 3 من الباحثين معايا كانوا 2 من كالتك، من جي بي ال، من جت بروبولشن لابراتوري اللي هو المعمل النفاث اللي هو موجود في ناسا في كاليفورنيا، وكان معانا واحد اخر ريسيرشر يعني على درجه عاليه جدا من العلم والدرايه، جيمس كامبل، هو كان من النيفي، من النيفي ريسيرش اكاديمي، من النيفي او البحريه الامريكيه. بص حضرتك الانيميشن ده، الانيميشن ده بيوري حضرتك ايه؟ حضرتك شايف كميه الاتربه اللي بتصدر من شمال افريقيا اهو، ادي على يمين الصوره. على يمين الصوره. وبص حضرتك الاتربه ديت لما بتنشا بشكل معين بتعمل عمليه جينيسيس او بتعمل عمليه نيوكليشن، يعني بتكون الاتربه اللي موجوده في الجو دي بتساهم في تكون الاعصار. ادي الاعصار ابتدت تتكون ايه؟ ادي هارفي قدام حضرتك اهو بدا ينشا، وحضرتك شايف الاتربه متجهه من هنا لغايه ما بتصل لغايه امريكا، ادي الجلف اوف مكسيكو، احنا دخلنا هنا اهو في الجلف اوف مكسيكو، خليج المكسيك بالظبط، وادي فلوريدا. وبص حضرتك الاعصار وبيعمل لاند فول، ادي ايرما، شوف حضرتك ايرما طالعه منين؟ طالعه من الغرب الافريقي. وادي ماشيه، وادي العواصف الترابيه مستمره. اللي انا بقوله ايه؟ ان الاتربه والعوالق الجويه بتؤدي او بتاكت بتمثل بنسميها ايه؟ كلاود كوندنسيشن نيوكليايز، يعني هي عباره عن حبيبات لتكون السحب المائية حولها. يعني أنا النوادي أو حبيات الرمل اللي موجودة في الجو ده بتؤدي إلى تكون هذا الإعصار. كل ما يكون عندك هذه الحبيبات بشكل أكتر إمكانية الإعصار تزيد. بالظبط كده، معنى كده ان انا بقول ايه؟ ان انا لما يكون الديزرتيفيكيشن او الجفاف او التصحر موجود في شمال افريقيا بشكل اكبر، كل ده يؤدي الى ظهور كميه كبيره جدا وضخمه جدا من الاتربه على المحيط الاطلنطي. ده مرجع، ده يؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى شده اكبر كتير جدا في العواصف الترابيه اللي هي ممكن تؤدي الى تكون الاعاصير اللي موجوده على الساحل الشرقي الامريكي. يعني من هنا